بالعودة إلى الانفجارات في مدينة تل أفيف غربية أوكرانيا، ينضم إلينا موفدنا من هناك إبراهيم الحسناوي. إبراهيم، ما الذي يجري عندك؟ نعم مروج، قبل نحو الساعة من الآن دوت عدة انفجارات، ربما عددها 3 انفجارات هنا في مدينة الفيف. كما ترين خلفي أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف جدا، ربما هي أول مرة تستهدف القوات الروسية منطقة داخل مدينة الفيف. حسب آخر المصادر تحدثت عن الضربة استهدفت مستودعا للوقود، ما زلنا لم نتبين حقيقة هذا الأمر، لكن كثافة الدخان وطبيعته تؤكد ربما أن المكان المستهدف كان مستودعا للوقود. إذن قلت أن 3 انفجارات دوت هذه المنطقة. سمعنا صوت أيضا لصوت للاستعجالات والإسعاف، سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان. ما زلنا لا ندري ما الذي حدث بالضبط. كما ترين قلت هناك أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف جدا. حاولنا الاقتراب من مكان الانفجار، لكن قوات الأمن والشرطة وحتى الجيش كانت تمنعنا وتمنع كل الصحفيين. قيل أنه نتجت هذه الانفجارات عن صاروخين، إبراهيم، هل تؤكد لنا هذه المعلومة؟ الأنباء هنا متضاربة، ما قالت به بعض المصادر أن المنطقة استهدفت بـ3 صواريخ. ما سمعناه هو أن التفجيرات كانت قوية جدا، هزت أركان المدينة وكذلك أعمدة الدخان كثيفة جدا، لكنها كلها تنطلق من أو تنبعث من مكان واحد، وهو مكان شبه مغلق، ربما محاط بالأشجار من كل مكان، ربما فعلا هو مستودع أو قاعدة عسكرية أو ربما. طيب ماذا أحد عن المستودعات، مستودعات الأسلحة؟ لأنه كان هناك حديث عن 5 مصابين، يعني بالنظر إلى شدة هذه الانفجارات، صور النيران التي شاهدناها أيضا قبل قليل، يعني حصيلة الضحايا كيف هي الآن؟ ما زالت لم تعلن أي جهة رسمية لحد الآن حصيلة هذه الضربة العسكرية، وربما لن تعلن لأن السلطات الأوكرانية توقفت منذ فترة ليست بالقليلة عن إعلان عدد المصابين تحديدا في الضربات أو نتيجة الضربات العسكرية التي تستهدف المناطق العسكرية والأهداف العسكرية في أي منطقة كانت، باستثناء الضربات ربما التي تستهدف المناطق المدنية، ربما هذا من أجل المحافظة على تركيز الجيش وبعث روح الأمل في صفوف جيشها وقواتها التي تواجه العملية العسكرية. في كل الأحوال ما زلنا ننتظر، ربما تعلن السلطات. كيف هو الحراك طيب إبراهيم على الأرض لديك؟ يعني كيف هو حال المدنيين؟ هل هناك خوف بين الأهالي؟ هل هناك حديث عن ربما ترك مدينة تل أفيف مغادرتها؟ نعم، الجو متوتر جدا حقيقة، هناك انتشار أمني مكثف وحتى انتشار لدوريات للجيش في مدينة الفيف. كما قلت سابقا مدينة الفيف لم تستهدف كمدينة داخل المدينة أو وسط المدينة، كانت بعض الضربات التي استهدفت محيط المدينة سواء قرب المطار أو قاعدة عسكرية كما تسميها السلطات الأوكرانية هنا، قاعدة السلام الدولي، لكن أن تستهدف مدينة الفيف هذا لم يحدث في السابق. اليوم هي أول مرة تستهدف مدينة الفيف داخل مدينة الفيف. الناس هنا خائفون جدا، متوترون جدا، قوات أمنية في كل مكان، الشرطة في كل مكان. هذا يطرح تساؤل عن المستقبل أو ما الذي ينتظر مدينة الفيف، لأنها كانت هادئة نسبيا، لأنها كانت المقصد الأول لأغلب النازحين الأوكرانيين، لأنها كانت البوابة التي يتجه من خلالها الأوكرانيون اللاجئون الأوكرانيون إلى دول الجوار خاصة باتجاه بولندا. ما زلنا ننتظر ما الذي ستعلنه السلطات الأوكرانية هنا في الفيف تحديدا عن هذه الضربة، وما الذي استهدفت، وما هي ضحاياها وخسائرها المادية. سنبقى طبعا متواصلين معك لكل جديد. شكرا جزيلا موفدنا من الفيف إبراهيم الحسناوي.